إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك وزد على إمام الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا محبته وارزقنا شفاعته واسقنا بيديه الشريفتين يا ربي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم فرج كرب المكروبين وأزل هم المهمومين، واقض اللهم الدين عن المدينين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا خدما لدينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم لا تزل وجوهنا إلا لك، ولا تجعل خوفنا إلا منك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، ولا تجعل رجاء. اللهم إنا نسألك محبته، ونسألك يا رب العالمين السير على منهاجه. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يخرجكم من بيته إلا بذنب مغفور وبعيب مستور وتجارة لن تبور، وأن يجمعنا في الجنة مع سيدنا الرسول. يا رب لزنا ببادك بك فلا تحرمنا فضلك وجودك وكرمك. نسألك يا ربي أن تغير أحوالنا إلى أفضل الأحوال. اللهم اجعل أقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للشياطين ولا للكافرين ولا للظالمين ولا للمجرمين علينا سبيلا. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، ثبتنا على طاعتك، ثبتنا على الحق، واجعلنا ندور مع الحق حيث يدار، وابعثنا في زمرة أهل الحق، فأنت الحق فلا حق إلا ما قلت يا حق، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم فرج كربات المسلمين وأزل همومهم، فرج كرباتهم بجودك وكرمك يا رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال رسول الله، لا عايزك تصلى على سيدنا رسول الله، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابا ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك يا رب. يعني يا أخي الآن أنت ضمنت الأجر بفضل الله، وأجرك على من؟ على الله. صليتم على رسول الله، هذا ما قاله ربي الآن: إلا ونزلت عليهم السكينة، الاطمئنان، عدم القلق، عدم الخوف، عدم الارتجاف، عدم أي أحبيب أخي في الله ما فيه قلق. الآن ليس في قلق. هل صليتم على رسول الله؟ إلا ونزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هل صليتم على رسول الله؟ حبيبي كما أذكرك أنت الآن، هذا المجلس ورب الكعبة أحبابي أشرف وأعلى مجلس على مستوى الأرض الآن. صليتم على رسول الله؟ إلا ما كان له مثيل أو نظير أو على حالته. صليتم على رسول الله؟ لأن سيدنا النبي يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، لئن تغدوا لتتعلم بابا واحدا من العلم خير لك من أن تصلي ألف ركعة. صلينا على سيدنا رسول الله. حبيبنا وأخي في الله، ما زال الحديث متصلا وموصولا بإمام الدنيا والآخرة سيدنا النبي محمد. نعيش في سيرة النبي، ولكن الواجب أن تعيش فينا سيرة النبي محمد، لأننا قد أمرنا بأن نقتدي برسول الله. قال ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات الله عليه. أسوة حسنة لمن؟ مش لكل الناس، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ها، هل صليتم على رسول الله؟ لمن كان يرجو الله ها واليوم الآخر وذكر الله كثيرة. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربي أن ترزقنا حسن الاقتداء برسول الله. ما زال الحديث بنا في سيرة النبي محمد، ليست حكايات ولا روايات ولا أقصوص ولا قصة، حياة النبي منهج حياة، وقد أمرنا به، أي أمرنا باتباع النبي محمد. إنك تعيش ظروفك على ما عاشها النبي محمد، فعاش النبي محمد بين الضيق والوسع. صليتم على رسول الله؟ ضيق الله على النبي محمد ووسع الله على النبي محمد. فرح النبي وحزن النبي وضحك النبي وبكى النبي وصح النبي ومرض النبي. هل صليت على النبي؟ صح والغلط؟ يعني مشى النبي محمد وسار على النبي محمد أطوار الحياة، أطوار الحياة، من فقر وغنى ومن صحة ومرض. صح يا عم الشيخ؟
كل ذلك مر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم كيف نعيش في السرور، وكيف نعيش في الضراء والسراء، كيف نكون حالنا عند النعمة، كيف يكون حالنا عند أحبابي عند البلاء، لأن كل هذا وذاك مر به النبي محمد. يبقى أفضل من عاش الحياة هو النبي محمد، أفضل من سار في دنيا الناس وتعامل مع الناس وصبر على الناس وأعطى الناس هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي إخواني في الله، ما زال الحديث يجري بنا في أول هجرة أمر النبي بها صلى الله عليه وسلم، وهو ما هاجر، ما هاجرش النبي محمد، الهجرة الأولى. الأولى أحبابي إخواني في الله، سؤال يا أحبابي إخواني في الله، واللي جاوب عليه اصحى، صليتم على رسول الله؟ مش هيدفع على حاجة أبو اسماعيل، صليتم على رسول الله أحبابي إخواني؟ أول هجرة هاجرها النبي محمد، أول هجرة، تخافش، أول هجرة، اسمك يا عم الشيخ؟ أول مرة يجي معنا محمود؟ ياخذ 10 جنيه من محمود عشان أول مرة يجي معنا النهارده. أهي لو جالكم محمود تاني، صليتم على رسول الله؟ اضحك أخوي محمود، حنوزع أكل دلوقتي هنا، صليتم على رسول الله؟ يا رب اجمعنا مع النبي محمد. أول هجرة هاجرها النبي محمد. الله يرضى عنك عم محمد والله، والله عم محمد، والله لو خالي فعلا خالي يقوم دلوقتي يقول لك خذ 50 جنيه يا عم محمد. بس أنا ما أتمكنش من خالي يعني. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا رب العالمين. صليتم على سيدنا النبي محمد؟ نعم يا أحباب إخواني في الله. أول هجرة هاجرها النبي محمد، وخرج من مكة، هاجر إلى الطائف، مع أن الصحابة هاجروا قبل الطائف يا أحباب إخواني في الله، هاجروا يا أحباب إخواني بهجرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة، والهجرة الثانية إلى برضك إلى الحبشة. صليتم على رسول الله؟ والنبي ما هاجر حتى لنتعلم كيف نتأدب مع رسول الله، نتعلم الأدب مع النبي. اوعى تسمح لشيخ ان يقول النبي فر من مكة، عيب 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 ان تقول للنبي محمد انه فر. صليتم على رسول الله؟ لا يا اخي، انما ربي تبارك وتعالى كتب الهجرة على جميع الأنبياء من قبل النبي محمد، صح ولا غلط؟ صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل ربي في حق إبراهيم عليه السلام وقال إني ذاهب إلى ربي، صح ولا غلط؟ أي مهاجر. صليتم على رسول الله أحباب إخواني في الله؟ ولوط ماذا قال؟ ها؟ حد يذكرنا بلوط؟ يدفع 50 جنيه اللي حيقول صليتم على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وها اللهم صل على رسول الله في سورة العنكبوت. طيب نصلي على رسول الله وحتيجي دلوقتي إن شاء الله رب العالمين. جميل أحبابي، الشاهد أن الهجرة ليست هي بدعة في حياة رسول الله فقط، لا، الهجرة الكل هاجر أنبياء الله رب العالمين. هاجرت الأسرة الكريمة المباركة يوسف ويعقوب عليه السلام والأصباط، صح ولا غلط؟ تنقلوا من بلاد إلى بلاد إلى بلاد، وموسى صح ولا غلط؟ من مصر إلى مدين إلى فلسطين إلى غير ذلك. صليتم على رسول الله؟ آدم عليه السلام، الكل هاجر يا أحبابي إخواني في الله. فالنبي محمد هاجر كمثل ما هاجر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. صليت على رسول الله. المهم هجرة اليوم، الهجرة التي أذن النبي محمد للصحابة أن يهاجروا فيها أو إليها إلى الحبشة، فاكرينها؟ انتهينا الأسبوع الماضي حينما قلنا أن أصحاب النبي وصلوا إلى الحبشة. صليتم على رسول الله أحباب إخوانا في الله. وكلمة الحبشة تذكرني بشيخ مات اليوم، الأستاذ الدكتور علي السبكي رحمه الله، أستاذ دكتور من القلائق في مصر أو على مستوى العالم الإسلامي في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. درسني هذا الرجل أحباب إخوانا في الله في الدراسات العليا أحباب إخواني في الله. أسأل الله أن يجعل هذه الليلة أفضل وأسعد ليالي الدكتور علي السبكي يا رب العالمين. أنا ما أعرفه شخصيا ولكن تربيت على علمه، أستاذ دكتور هو في جامعة الأزهر الشريف في كلية أصول دين قسم الدعوة الإسلامية والثقافة. صليتم على رسول الله. مات اليوم، ومن أفضل ومن
نحسبه ولا نزكيه على الله من أفضل من تكلم في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي أزواج النبي محمد صلوات الله عليه، مات اليوم. أسأل الله رب العالمين أن يجمعنا به على حوض رسول الله. هل صليتم على رسول الله؟ له رسالة طيبة جدا، بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بأكثر من لغة. النبي محمد، بس خلي بالك، كان يتكلم بأكثر من لغة. صليتم على رسول الله؟ ولكنه كان أميا، نؤكد على هذه، ما قرأ ولا كتب. ما تستغربش، لأن الأمر بسيط. من الذي علم النبي محمد؟ يبقى خلاص، وعلمك ما لم تكن تعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. دكتور علي السبكي وهو في محاضرة، يمكن خدت ربع ساعة عشان نكتب الكلمتين اللي قالهم الراجل، يعني أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما التقى ببلال لأول مرة، تكلم بلال مع النبي محمد. بلال من أين؟ من الحبشة. صليتم على رسول الله أحباب إخواني في الله؟ فقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: برا كرا كنكرا. فتبسم النبي محمد وقال: جزاك الله خيرا يا بلال، صليتم على رسول الله. هو قال له كده: برا كرا كنكرا. ده من كلمات الدكتور علي السبكي في بحثه أن النبي محمد كان يتكلم بأكثر من لغة. فرد النبي محمد وقال له يا أحباب إخواني في الله: جزاك الله خيرا يا بلال. معناها باللغة العربية أن وجهك هذا ليس بوجه كاذب أبدا يا رسول الله. السحنة دي زي ما احنا بنقول، الشكل ده، الوجه ده ليس بوجه كاذب أبدا. هاجر الصحابة إلى الحبشة بوصية من رسول الله وتوصية من النبي محمد، حينما قال: لو هاجرتم إلى، لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد قط. شفت النبي لما يتكلم ويمدح النبي النجاشي، أحبابي رضي الله عن النجاشي، صليتم على رسول الله، فهي الشخصية الوحيدة التي صلى عليها النبي صلاة الغائب لما مات النجاشي، والنجاشي صحابي ولم يرى النبي محمد، ولكنه آمن برسول الله وصلى عليه النبي صلاة الغائب ولم يلتقي برسول الله. صليتم على رسول الله النجاشي؟ صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فالصحابة لما وصلوا هناك بوصية رسول الله، وتكلم النبي عن أهل الحبشة فقال: وهي أرض صدق. أرض الحبشة دي أرض إيه؟ أرض صدق، اللي هي اسمها، اللي هي إيه النهاردة، إيه اللي اسمها دلوقتي، إيه؟ أثيوبيا. كفينا شر السد العالي، صليتم على رسول الله؟ سد النهضة، صليتم على سيدنا النبي محمد؟ نعم، أثيوبيا هي الحبشة الآن. جميل أحبابي، سيدنا النبي بيقول إن الأرض أرض صدق، وناس عندهم من الفضل والجود والكرم، كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد عمرو بن العاص أرسلته قريش هو وعبد الله بن ربيعة عشان يرجعوا أصحاب النبي محمد. وقلنا ما دار بين النجاشي لما سمع القرآن منهم، ورفض النجاشي أن يعيد أصحاب النبي. قلنا أن في هذه الرحلة نستنبط منها ونستخلص منها ثلاثة دروس أو عبر أو عظات. الدرس الأول يا أحباب إخواني في الله، من أكبر أسباب القوة ومن أعظم أسباب القوة التمسك بالدين، التمسك بالدين، هذا هو الأمر الأول. صليتم على رسول الله؟ الأمر الثاني، صليتم على سيدنا رسول الله؟ الأمر الثاني العلاقة بين سيدنا عيسى والنبي محمد. ما العلاقة؟ الأمر الثالث، هل يجوز، بين قوسين، هل يجوز للمسلم أن يعيش في جوار، يعني في حمى مشرك أو غير مسلم؟ صل بنا على سيدنا النبي. الأمر الأول وهو أمر الدين، أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سألهم النجاشي
صليت مع رسول الله، من أنتم؟ ماذا قالوا؟ خلصت الكلام اللي قالوه، نحن أتباع النبي محمد. خلصت الكلام يعني، نحن آمنا برسول الله وآمنا بالله. فتمسكهم بالدين جعل النجاشي يقول لهم أنتم الآمنون في أرضي. تمسكهم بالدين يا جماعة، العرب اسمع كويس، العرب ورب الكعبة ما يسووا حتى ربع جنيه، العرب العرب ما يسووش ربع جنيه بدون الدين، بدون الدين. نحن ما تقدمنا إلا بالدين، وما انتصرنا إلا بالدين، وما كانت لنا مكانة بين الأمم إلا بالدين. الدليل يا عم الشيخ الذي عايز صلاة على سيدنا النبي محمد، ألم يقل ربي كنتم خير أمة أخرجت ها للناس؟ ليه؟ عشان عينينكم حلوة يعني؟ عشان بشرتكم بيضة؟ ولا عشان جمالكم؟ ولا عشان قوتكم؟ ولا عشان عددكم؟ لا، اسمع، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف دين، وتنهون عن المنكر دين، وتؤمنون بالله، صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى من غير الدين لا نساوي. كذلك أنت أيها البطل يا أخي، أيها الشاب، أيها الرجل، أيتها المرأة، يا أخي أنت لا تزن في سوق الرجال درهم ولا دينار بدون دينك وخلقك. لأجل ذلك جعل النبي محمد أفضل مهر تأخذه لابنتك أن يكون صاحب دين، صح؟ إذا جاءكم من ترضون موديل السيارة، لا والله ما قال موديل السيارة، طب صعيدي بحراوي، والله ما قال صعيدي بحراوي، ولا حتى من العركي، ولا حتى من العركي. صليتم على رسول الله، صليتم على سيدنا رسول الله أحبابي إخواني في الله، ولا ألماني ولا عربي، لا 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 والله ما قال أعجمي ولا عربي، إنما قال النبي إذا جاءكم من ترضون دينه ها وخلقه. أدي مهر بنتك، أدي مهرها، افهم افهم. البنت اتطلقت بعد 28 يوم لأنك ما أخذتها لابنتك، ما أخذت هذا الزوج لابنتك يا باشا إلا لأجل أمور تافهة، فضيعت بنتك بالباطل. ما سألت عنه، ما بيصليش، يصلي بعدين، ربنا بيهدي يا عم الشيخ، يهدي ربنا، مين قال لك؟ إن الهدى له أسباب، صح ولا غلط؟ هو جوز بنتك راح المسجد وقال الله للملائكة طلعوه بره؟ طب وليه انت تجرب؟ ما تاخد واحد طازة يا معلم، خذ واحد فريش طالع من المسجد، خذ ابو شاكر. صليتم على رسول الله، صليتم على النبي محمد، ايوه خذه من خذه من المسجد، ما تخافش، خذه ممن قالوا سبحان ربي الاعلى، خذه ممن خضع وركع وسجد. طب والله خدته يا عم الشيخ من المسجد وطلع لا يعرف المسجد ولا غير المسجد، يا بقى يا أخي هذا بلاء قدره الله لك ولابنتك، ولكن الشواذ أو الشاذ أو الذي الشاذ من القاعدة ليس هو أصل يا حبيبي وأخي في الله. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم على رسول الله، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه اعملوا إيه؟ زوجوه، ما معاش بكرة يكون معاه إن شاء الله. طب وهي فقيرة بس أبوها رجل طيب، أمها ست طيبة، وخالتها وأختها، ومن أسرة طيبة يا عم الشيخ، بس والله حالتهم على قدهم يا عم الشيخ، يعني مالهم بكحوا تراب؟ مش مشكلة، خليهم يكحوا تراب، افتح مصنع لطوب. صليتم على رسول الله، تعبانين يا عم الشيخ؟ لا والله العظيم، تعب الجيب مش زي تعب الدين يا أخي. الله يقول عنهم
يا أحباب إخوان في الله، وإن يكونوا فقراء. يا الله يغنيهم يا باشا، يغنيهم. مش حيقدر يجيب أربع أوض، خليها أوضة واحدة. صليتم على سيدنا رسول الله؟ مش مشكلة، مشكلتي دلوقتي أوضة الأطفال بلاش منها، ما تنبروش فيها. احنا عارفين هيجي أولاد ولا مش هيجوا. النيش اللي خرب بيوتنا ده بلاش منه، الصيني بلاش منه. جايبة 150 معلقة، هي هتعزم مين؟ هي عاملة حسابها عيلتها وعيلتكم؟ 150 فوطة ليه؟ هتفتحوا حمام سباحة في البيت؟ أدي المرار الطافح. ويدخل الزوج وتدخل الزوجة وعليهم ديون ويقولوا عندنا مشاكل. طب ما لازم تحصل مشاكل، ما تحصل مشاكل. لازم من الشاشة، ولازم من الرسيفر، ولازم مش عارف من ايه. ده انا بجمع دلوقتي، صليت مع رسول الله. والشاشة عليه ولا علينا؟ على الله. صليتوا مع رسول الله؟ والله مش احوالنا دي. وممكن يكون الاب بتاع تربيه مساجد، بس في ساعه كتابه بنته يبقى غول كانما سمع. يا رجل مش مشكله، المهم انت تعطيها لرجل بمعنى الكلمه، رجل، وبعد كده تحصل حاصل. البنت متزوجه لها 10 سنين وبيدفعوا في الديون. صليتم على سيدنا رسول الله أحباب؟ والأب تكلف على مهر ابن، على يا أحباب إخواني في الله، على ما يسمى عفش بنته، ميت لخمس سنين والديون لسه عليه. أي دين يأمر بذلك؟ خذوها من أشرف وأعلى مهر عرف في تاريخ الإنسانية، أغلى مهر، أغلى مهر، مهر من؟ أحباب إخواني في الله، أم سلمة حينما جاء إليها أبو طلحة ليتزوجها. كانت أم سلمة امرأة مؤمنة وأبو طلحة رجل كافر، بس من العيار الثقيل، من أصحاب الأموال اللي هو عربيات الهمر والشمر والكمر والكلام ده. صليتم على رسول الله؟ رجل له وزنه في المال، ورجل ذو خلق وذو أصل، وقل ما قلت ولكنه غير مسلم. فقالت أم سلمة لأبي طلحة: يا أبا طلحة، إن مثلك لا يرد، اللي زيك باشا ما يتردش، ولكنك أنت رجل غير مسلم، فإن أسلمت. سمعين يا سيدة، ده أنا حاكل الميكروفون أهو. إن أسلمت جعلت مهري إسلامك. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض، ده السيدات دول من فين يا ناس؟ دي تربت فين يا جماعة؟ دي تربت فين؟ واحد بيقول لي: الشيخ مراتي ما بتصليش، يبقى الأولاد مش هيصلوا. حبيبي أخوي في الله، مراتي طيبة وبنت حلال وكل حاجة فيها حلوة، بس ما بتصليش، يبقى ما فيهاش حاجة حلوة. أدام ما بتصليش يبقى ما فيهاش حاجة حلوة. صليتم على سيدنا رسول الله؟
ففكر أبو طلحة ثم عاد فأسلم رضوان الله عليه، فما أخذت منه لا درهما ولا دينار، وفت بكلامها. أم سلمة دي صليت مع رسول الله، تزوجها أبو طلحة ومات أبو طلحة، ثم جاء إليها من جاء بالإسلام، النبي محمد. شفت بالله عليك الدين. طب والمرأة برضك دين؟ أيوة دين. إزاي يا عم الشيخ؟ ألم يقل النبي محمد تنكح المرأة لكام؟ عدد، لجمالها، عينيها وبشرتها، وعينيها صفرة، عينيها حمراء، وبعدين حسبها أبوها الفلان لمعلم فلان، أبوها أبو كبير. صليتوا مع رسول الله أحباب إخواني؟ طيب وبعدين ولمالها ده ورث عن أبوها يا شيخ، تالت وامتلت. أيوة. وبعدين الدين، وسيدنا النبي عظمة أنه جعل الدين رقم أربعة، مع أن الدين رقم، بس هو بيتكلم على ميول الناس. أنت ميولك إيه؟ حتى أنت لما تقول لواحد والله العظيم كده، على فكرة أنا خطبت فلان، والله تصدق ده أبوها شغال في البترول؟ عرفت من فين الصحيفة الجنائية دي؟ ما عرفش. تصدق أنا اتجوزت بنت فلان؟ على فكرة ده هم ثلاث بنات وأبوهم الله يرحمه مسيب لهم ثلاث عماير في شارع 55، بس واخدينهم وضع يد. مرار طافع. المهم المال. وبعدين حسبها أبوها فلان، ولي التالتة إيه؟ جمال. يا عمي ده بنت يا عم الشيخ، مش كلامهم ده؟ طب ما بتصليش صح؟ يقول لك يا عم من قال لك ده؟ انا مراتي ما كانش بتصلي، هي دلوقتي بتصلي وانا بطلت الحمد لله. مرار طافح والله. تقول له يا اخي هي بس عندها، والله بص طيبة وأبوها طيب وأمها بتصلي وأختها بتصلي وعمتها بتصلي ومش عارف إيه، وهي ما بتصليش. أقول لك برضك مش مشكلة، لكن النبي قال لك فاظفر بذات إيه؟ الدين. اعمل إيه؟ ليه 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 ليه؟ قال لك تربت يداك. الدين، الدين يا أحباب إخواني في الله، اسمع، الدين حاجتنا إلى الدين كحاجتنا إلى النفس والطعام والشراب. أي والله. فمن غير الدين كل الهم والغم، وقل ما شئت. ألم يقل ربي من فوق سبع سماوات ومن أعرض عن ذكري، يا شيخ أحمد، فإن له معيشة، معيشة إيه؟ ضنكة، ونحشره يوم القيامة أعمى. صح؟ صليتم على رسول الله. من غير الدين تأتي الفحشاء وتنتشر في المجتمع، ينتشر في المجتمع الكذب والرياء والنفاق والمحسوبية والواسطة والكذب والظلم والطغيان وأكل أموال الناس والافتراء على الناس، وتصبح الدنيا كغابة من ذئاب. أيوة رب الكعبة، بدون الدين صليتم على رسول الله. من غير الدين ما عرفنا من أين أتينا، ولا لما أتينا، ولا إلى أين سوف نذهب. من غير الدين ما كناش هنعرف، لكن عرفنا الله وما خلقت الجن والإنس، يبقى دي وظيفتك عشان انت جاي. يبقى لماذا الدين؟ لنعبد الله. من أين أتينا؟ قال مولانا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ده أصلك. طب وإلى أين؟ فريق في الجنة وفريق، كل ذلك عرفناه من خلال الدين. صح يا شيخ محمود؟ من خلال الدين صليتم على رسول الله. الدين، لماذا حاجتنا إلى الدين؟ قالوا لأن الدين يزرع فيك مراقبة ذاتية. صح؟ مراقبة إيه؟ ذاتية. نضرب مثلا، صليتم على سيدنا رسول الله، حبيبي وأخي في الله، ما الذي يجعلك لا تأكل ولا تشرب
وقد تكون منفردا في بيتك في صيام رمضان. اللهم بلغنا رمضان. مش ممكن تدخل المطبخ كده بالليل ومحدش بعد صلاة الفجر والعيلة كلها نايمة، وانت قمت الصبح كده وحاسس ريقك ناشف، وتخش على التلاجة وتروح تلقى شوب مانجا كده بيزغلل عينيك، صليت مع رسول الله، تمسكه كده تقول لا عيب عليك اصبر، صليت مع رسول الله. ما الذي صبرك؟ الدين جعل لك مراقبة. أن الذي يراقبك من؟ الله يسترك يا شيخ أحمد، صليتم على سيدنا رسول الله. ما الذي جعلك حبيبي وأخي في الله لا تقترف ما حرم الله؟ اسمعها من امرأة طلبت شاب في ريعان الشباب، وهي في أجمل، وهي من أجمل النساء، الجو مناسب والمرأة مناسبة والحالة مناسبة وما فيش حد خالص على الإطلاق على الإطلاق، وهو شاب ليس بمتزوج، يعني كامل الشباب وكامل الشهوة وكامل القوة، ولكن مع ذلك ماذا قال؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. مش وغلقت الأبواب وقالت ده هي اللي طلبة وما فيش أي مشاكل ولا حد شايفك، ولكن المراقبة. صليت مع رسول الله. ما الذي يجعل الشريف في مهنته إن ممكن يقدر يكروت الشغلانة اللي في إيده ويقول لا، إذا كان صاحب العمل لم يراني فإن الله يراني. حينما تعرض رجل لامرأة من السلف الصالح، امرأة تسير في الطريق فتعرض عليها أو إليها ذئب بشري، اللهم استر على بناتنا يا رب واحفظهم، واكفينا شر خلقك يا رب العالمين يا رب. نعم اسمع، حينما تعرض شاب لامرأة من العهد السلف الصالح وكان في طريق مقطوع فتعرض لها وأراد أن يمد يده إليها، فقالت له يا أخي أوليس هناك أحد يرانا؟ فنظر المغفل يمين وشمال فقال لا، ليس هناك أحد يرانا إلا هذه الكواكب. فقالت له وأين مكوكبها؟ أين صانعها؟ أين خالقها؟ فبكى الرجل وقال الله. الثلاثة الذين انسدت عليهم وانغلقت عليهم الصخرة في الغار، قال الثاني أو الأول اللهم إنه كانت لي ابنة عم فجلست بين شعابها الأربع، رجليها وإيديها، كما يجلس الرجل من زوجته. شايف المرحلة دي؟ شايف الحالة دي؟ أسأل الله العفو والعافية. اللهم استر علينا وعلى أنفسنا وبناتنا يا رب العالمين، اللهم لا تعرضنا للفتن يا رب العالمين يا رب. فجلست بين شعابها الأربع حتى إذا بها ارتجفت وقالت يا أخي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وما تركتها إلا لأجلك. لأجل من؟ لأجل الله. الدين يجعل مراقبة. صليتم على رسول الله. الدكتور محمد النابلسي، صليت محمد راتب النابلسي حفظه الله، يقول يا أحبابي إخواني في الله، انقطع التيار الكهربائي في إحدى دولك، في إحدى دول أوروبية، في إحدى الدول الأوروبية قطع التيار الكهربائي ما يقرب من ساعة واحدة، فإذا بهم يكتشفون السرقات بالمليارات ساعة واحدة. ليه؟ لأن اللي بيمشل الدولة هناك كاميرا صغيرة، أدي أكرمكم الله، أدي الدبور كده، صليتم على رسول الله، كاميرا كده أربع مثلا، يكون مول ضخم جدا زي من هنا للعرب، آه والله صليتم على رسول الله، وربما فيها ربما تسير به، حتى أن بعض الذين عندهم خشونة يأتون لهم بسيارات متحركة، صليتم على رسول الله. جميل يا أحباب إخوانا في الله، تمشي بقى وتلف
وكل حاجة قدامك عليك ترفع وتيه وتحط في الشنطة بتاعتك دي، صليتهم على سيدنا رسول الله، وتخش على المجوهرات تلاقيها قدامك، تمسك الخاتم وتلبسه وتقيسه مقاسك وتروح حاطه مكانه في علبته واخده معاك، صليتهم على سيدنا رسول الله. فانقطع التيار الكهربائي، من الذي يراهم؟ عندهم لا أحد، صح ولا غلط؟ جميل أحبابي إخواني في الله. نعم، فإن لم فالدين يعلمنا المراقبة. فاكرين ابن عمر لما قال للراعي الغنم يا بني اعطيني ايه؟ شاه. ولفظ الشاه يا ابو شاكر تطلق على الخروف وعلى النعجة وعلى المعزة. صليتم على رسول الله؟ ربنا يكرمنا ابو اسماعيل، قول امين. شفت كلمة امين طالعة بتأثير ازاي يا ابو اسماعيل؟ صليت اكتر من تأشيرة العمرة دي. صليتم على رسول الله؟ نعم. صلينا على النبي محمد يا احباب اخواني؟ نعم يا احباب اخواني في الله. قال للغلام اعطيني شاه، الغلام قال له لا مش بتاعتي يا معلم. قال لمن؟ قال لسيدي، ده انا والغنم زي بعض، انا عبد ودول غنم، والغنم تتباع وتشتري وانا برضك نفس النظام. فقال سيدك لم يرك. اقول لك على موضوعه، موضوع قل له كلها الذئب. اي ذئب؟ ذئب ذئب من ابو رجلين ولا باربع ترجل؟ في ذئب برجلين وفي ذئب باربع رجول. صلي ابو اربع رجول ده يعضك عضه، اما الثاني ده يقتلك. صليتم على رسول الله احباب اخواني؟ نعم. قال قل لسيدك اكلها الذئب. فاعطى الرجل درسا لابن عمر، فبكى ابن عمر قال يا اخا العرب، يا عم، اذا كان سيدي لم يران فان ربي سيدي يران. وفي رواية قال لعمر نفسه، قال له أين الله؟ طب الله الدين، الدين يعلمنا كده؟ الدين يا أخي هكذا يكون الحال. الدين سامحنا في اللفظ اللي جاية دي، إنه يخليك راجل، من غير الدين أنت مش راجل بالله عليك. أو والله العظيم، لأن من هو الرجل؟ الرجل صفات يا أخي، مش شوارب ولا لحية ولا عضلات. رجل يأكل بالباطل يبقى مش راجل. رجل أخي يخون مش راجل. رجل يؤذي زوجته بسبب وبدون سبب مش راجل، صح ولا غلط؟ ده مش كلامي. طب هقول لك دلوقتي، بس تصلي على رسول الله. ماذا قال الله مادحا في الرجال؟ قال من المؤمنين رجال، صح ولا غلط؟ صليتم على رسول الله احباب اخواني في الله؟ هكذا احباب. تعال نقول لك عشان تعرف ان كلامي صح ان شاء الله. في بيوت اذن الله ان ترفع، هاي ترفع وبعدين يسب يذكر فيها اسم الله، يسبح له فيها كمل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن دول الرجال. صليتم على سيدنا رسول؟ يبقى الدين، تمسكك بالدين فيه فلاحك. تمسكك بالدين أي إن وجد الدين وجدت العلاقة الصحيحة التي بينك وبين زوجتك، بينك وبين أصدقائك، بينك وبين عملك. إن يعلمك زي ما احنا قلنا المراقبة، إنك ما تجملش على حساب الدين. صلينا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الملخص الكلام، إن وجد الدين وجدت السعادة، وإن نزع الدين جاءت الشقاء، جاء الشقاء من كل مكان والهم. صلينا على رسول الله. يبقى أول حاجة نتعلم منها إنها هي إيه؟ الدين. من قصة الإيه؟ إخواننا المهاجرين بتوع إيه؟ بتوع الحبشة. الأمر الثاني، علاقة سيدنا عيسى بالنبي محمد. علاقة النبي محمد بسيدنا عيسى، صلينا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد يا رب العالمين، يهديكم يصلح حالكم. علاقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسيدنا عيسى
كعلاقة أيها الأخيار كعلاقة الأخ بأخيه. الدليل كلام النبي محمد. إيه العلاقة؟ قال النبي محمد: الأنبياء إخوة. مين اللي قال كده؟ سيدنا النبي قال: الأنبياء إيه؟ إخوة. اسمع، لعائلات دينهم واحد ولعائلات شتى، ده نبي من كذا وده نبي من كذا، ولكنهم إخوة في الإيه؟ في الدين. فين الدليل اللي احنا خدناه من رحلة الإسراء، من رحلة الحبشة أو من هجرة الحبشة، والعلاقة التي نستنبطها في هجرة الحبشة؟ كلام النجاشي. ماذا قال النجاشي لما سمع القرآن؟ قال أي أحبابي؟ قال: والله إن هذا الكلام والذي جاء به من عيسى بن مريم لا يخرج من مشكاة واحدة. مصدره إيه؟ واحد، يخرج من مكان واحد. صليتم على رسول الله؟ فالعلاقة وطيدة جدا. ليس هناك أدلى من قول مولانا أن العلاقة بين سيدنا عيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قوله: يا بني إسرائيل، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إيه؟ إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، وبعدين: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فهو مبشر، وليس عيسى فقط هو الذي، يا أحبابي إخواني في الله، هو الذي أخذ الله عليه العهد بأن يؤمن بالنبي محمد، بل ما من نبي أرسله الله إلا وأخبره الله وأخذ الله عليه الميثاق بأن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل قول الحق في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم من رسول مصدق لما معكم. من هو الرسول ده؟ سيدنا النبي محمد. يا أحبابي إخواني في الله، ماذا نفعل يا رب؟ قال لهم الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. والأحباب إخوان في الله، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا: أقررنا يا رب أنه لو بعث فينا وأنا على قيد الحياة، سواء كان آدم أو محمد أو عفوا إبراهيم أو نوح أو أي رسول، بعث النبي في عهده، ماذا يفعل هذا الرسول؟ أن يؤمن برسول الله وأن ينصر النبي محمد، صح؟ ما العلاقة؟ أن عيسى عليه السلام نازل في آخر الزمان تابعا لأمة، تابع للنبي محمد، صح؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال الله يا عيسى إني متوفيك. مختلف في كلمة متوفيك، هل الوفاء بمعنى الموت؟ يعني يا عيسى إني مميتك. هناك فريق يقول ذلك بأن عيسى توفاه الله ثم رفعه إليه، هذا فريق. ولكن رأي الجمهور قالوا: لا، التوفية هنا بمعنى معطيك ما تستحق من الحياة ومن الرزق ومن العمر ومن كل شيء، حتى نقول أنت لما يكون لك دين عند واحد تقول له إيه؟ يا عمي وفيني ديني، وفيني يعني تعالى أتمي، ولا أعطيني حقي، أعطيني حقي من التوفية. صليتم على رسول الله؟ نعم. والنبي يقول: لا تموت نفس حتى توفي. صليتم على رسول الله؟ يعني تأخذ
صليت مع رسول الله حقها من رزق وأجل. فهؤلاء قالوا أن الله عز وجل رفع عيسى إليه وهو حي وهو الآن في السماوات وقد رآه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جميل. والتقى به النبي محمد فين؟ في رحلة الإسراء في موضعين، في المسجد الأقصى حيث صلى النبي محمد بجميع الأنبياء، ورآه النبي محمد في السماء الكام؟ متخافش، السماء الكام؟ أول سماء فيها مين؟ آدم. يبقى في السماء الثانية؟ لا أخي، سيدنا إبراهيم في السماء السادسة. صليتم على رسول الله؟ إنما كان في السماء الثانية هو وابني الخالة سيدنا يحيى وسيدنا عيسى، فرآهم النبي محمد. جميل. وسيدنا عيسى في الدليل الصحيح، أي في الحديث الصحيح، أنه سوف ينزل وهو من علامات الساعة الكبرى، سوف ينزل ويقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب أحباب إخواني في الله، وينتصر على يأجوج ومأجوج. بس في حتة حلوة النهاردة سمعتها من الدكتور عثمان الخميس حفظه الله، من المحدثين يعني نحسبه على خير، قال: هل سوف عيسى ينزل برتبته؟ هينزل بالنبوة بتاعته ولا مش هينزل؟ تخافش. نعم ينزل وهو نبي، ينزل وهو نبي، ولكنه لا يدعو إلى دعوته، لن يجرد من النبوة. دي حتة حلوة. قال: لا، هو ينزل بنبي، ينزل وهو نبي، صليتم على رسول الله، ولكن لا يدعو إلى ذاته، إنما يدعو إلى أين؟ إلى أمة النبي، إلى دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حينما ينزل سوف يصلي مأموما خلف إيه؟ خلف نبي، عفوا، خلف تابع من أمة النبي محمد، وقيل هو الذي يصلي بالناس، هو المهدي المنتظر. والمهدي المنتظر ده حكاية، أنه أولا من نسل رسول الله، يعني من نسل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل أحباب إخواني في الله. نعم، يقيم الله به العدل يا أحباب إخواني في الله. لكن إحنا دلوقتي بنسمع كل شوية واحد يجي يقول لك إيه؟ أنا المهدي المنتظر، صليتم على رسول الله. وواحد قال ده أنا نبي، صليتم على رسول الله. وواحد في الشرقية، صليتم على رسول الله، ادعى برضك النبوة، معروف، صليتم على رسول الله. أحباب إخواني في الله، اسمه الخليل إبراهيم، مكلم، مولد كبير جدا، ظهر فين ده؟ أبو شاكر، فرحان أنت، صليتم على رسول الله. جميل يا أحباب إخواني في الله. وكل واحد جابوه على الهوى، قال أنا على فكرة أنا المهدي المنتظر، وأنا المسيخ الدجال، وأنا حاجة ثالثة كده، صليتم على رسول الله. وإن إيه الكوكتيل الحلو ده؟ صليتم على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب يا ابن الحلال، أنت بعثك المين ربنا أيها المهدي المنتظر، إلى القناة الثالثة ولا القناة الرابعة؟ ده الكلام ده أحبابي. لا والله، وأنا قلت لكم الموضوع ده والله في هذا المكان وجلال الملك. جاني واحد هنا قال لي: عم الشيخ عرفك بنفسي. قلت له تفضل. قال لي: أنا المهدي المنتظر، أقسم بالله العظيم. ده مش بيهزر يا الراجل، يعني والله العظيم. وأنا أدعوك يا شيخ أنك أنت تسمع كلامي عشان نصلح البلاد والعباد وكذا. قلت له: أنت بتشتغل إيه؟ قال لي: على فكرة يا شيخ، أنا بتاع دوكو سيارات. قلت له: مهدي منتظر ودوكي سيارات؟ قلت برضك الكلمة بتاعتي الحلو، كل حاجة جايزة الأيام دي. صليت ده ممكن البطيخ يبقى شمام، يبقى حتى يبقى جوون، يعرفوه بتوع العركة وبتوع الصمتة وبتوع الناس. صليتم على رسول الله، مرة طافع. قلت له: يا أخي إزاي يا أخي؟ إيه يا حبيبي؟ ما هو ممكن يكون مع ذو القرنين. بس أخويا كلام، ما قلت لك إحنا قاعدين، والله وبالله الكلام ده حوالي من 7 سنين 8 سنين. شيخ أنا المهدي منتظر والله، وقاعد كده وتربع، وانا جاي كذا عشان اصلح العباد، وانك شايف الناس وشايف الظلم وشايف كذا. قلت له: يا نهار ابيض. بعدين اختفى خلاص، مش هتوش تاني، ما عرفوش يعني اي منطقه يعني. صليت الشاهد
أن عيسى عليه السلام ينزل وهو نبي، ولكنه لا يدعو إلى دعوته، إنما يدعو إلى دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي سيدنا عيسى إحباب إخواني في الله خلف المهد المنتظر، عند من قال أنه هو المهد المنتظر صليتم على رسول الله، ولكن قالوا أنه يصلي صلاة واحدة فقط، ثم بعد ذلك يصلي سيدنا عيسى خلف أي إمام صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام الدكتور إسماعيل الخميس، صليتم على رسول الله. الشاهد العلاقة بينهما علاقة قوية كمثل عيسى وموسى وإبراهيم، فالأنبياء كلهم إخوة. الأمر الثالث على عجل إن شاء الله، هل يجوز للمسلم أن يدخل في جوار غير المسلم؟ قالوا نعم، بس بثلاث شروط. إنك تدخل في حما غير المسلم، معايا أبو مصطفى عم محمود معايا، ثلاث شروط. الشرط الأول ألا تضر الدعوة، ما يكونش في ضرر على الإيه؟ على الدعوة الإسلامية، أي على الدين، ما يكونش في ضرر على دينك، ما يكونش إيه؟ يعني ما تبيعش دينك لأجل حما، اتفقنا؟ الشرط الثاني ألا تغير من أحكام دينك، جميل؟ صليتم على رسول الله. الشرط الثالث والأخير أحباب إخواني في الله ألا تسكت على شيء يا أحبابي إخواني في الله حرمه دينك وأباحه من نزلت في جواره، إنك ما تسكتش، تنكر، تقول له لا أنا مش موافق على الكلام ده. الدليل بتاع الثلاثة دولة أن النبي محمد نزل فعلا في جوار غير مسلم. ألم يكن أبو طالب في جوار، ألم يكن النبي في جوار أبي طالب ما يقرب من 10 سنين؟ صح ولا غلط؟ من الذي كان يدافع عن النبي محمد؟ أبو طالب، وكان أبو طالب مسلم؟ لا، لما هاجر النبي والجمعة، يعني الأسبوع اللي جاي حنتكلم عنها إن شاء الله، لما هاجر النبي إلى الطائف وأراد أن يدخل مكة بعد أن علمت مكة بخروج النبي، دخل النبي في حما من؟ المطعم ابن عدي، والمطعم كان إيه؟ كان مشركاً، وما نسيها له النبي محمد إلى أن مات. ما نسيش النبي الموقف ده لمين؟ للمطعم. النبي محمد حنتكلم عنه إن شاء الله باستفاضة الأسبوع القادم، لما ذهب إلى الطائف، لما ردت قريش ومنعت الدعوة وآزت النبي محمد، خرج النبي إلى الطائف فآزته الطائف وأرغموه على الخروج، فعاد النبي إلى مكة ومعه زيد بن حارثة، فوقف على أبواب مكة عايز يدخل، فقال له سيدنا زيد بن حارثة يا رسول الله كيف نخرج، كيف ندخل وقد علموا بخبرنا، هنعمل إيه؟ فرد الواثق في الله النبي محمد سوف يجعل لنا مخرجا، الله يا زيد لا تخف، الله يجعل لنا مخرج. فأرسل النبي إلى بعض سادة قريش من العقلاء، ولكن كل من أرسل إليه النبي محمد لم يوافق. ماذا كان يطلب النبي؟ كان يطلب أن ينزل في جواره، أنا عايز واحد يحميني لغاية ما أدخل إيه؟ أدخل إلى مكة، أدخل في جواره. فأرسل النبي كمثل الأخنس بن شريك، فرفض، قال له لا الموضوع دلوقتي أنت خرجت مش هتدخل، وأنا ما أقدرش أعادي مين؟ سادة قريش. وأرسل إلى غيره وإلى غيره وإلى غيره، حتى أرسل إلى المطعم بن عدي، فجاء المطعم بن عدي والتقى برسول الله خارج مكة، فقال له ماذا تريد يا محمد؟ قال أريد أن أدخل في جوارك. فقال له المطعم اسمع فيما معناه، إن مثلك يا محمد لا يرد له جوار، اللي زيك ما ينفعش أقول له لا، فلتدخل في حماية. فنادى المطعم ابن عدي على أولاده وعلى أولاد أولاده وأبناء العم وأولاد الخال، فجعلوا من أنفسهم حلقة التفوا حول رسول الله
ودخل بالنبي جهارا عيانا أمام قريش، والمطعم يقول: إن محمدا بن عبد الله دخل في جواري، فمن تعرض له تعرض لي. فطاف النبي محمد بالبيت سبعة، ولم يتجرأ واحد أن يعترض لرسول الله. ثم مرت الأيام والسنين، وهاجر النبي محمد إلى مدينته، وجاءت غزوة بدر، ووقع من الأسرى ما يقرب من كام؟ من 70 واحد في قبضة مين؟ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي تلك الكلمة: أفضل من أسدل المعروف ولم ينسى الجميل هو النبي محمد. فقال النبي محمد: والله لو أن المطعم ابن عدي حي ثم سألني في هؤلاء النتنة هؤلاء، والله لدفعتهم إليه بدون درهم ولا دينار. لو جاني بس المطعم، لو كان عايش وقال الدين دول يا محمد وأنا جاي أشفع عندك عنديهم لدفعتهم إليه. فأفضل من وفى هو النبي محمد. فالجوار نعم ندخل بالثلاث شروط: ألا تضر الدعوة، الشرط الثاني ألا تغير الأحكام، الشرط الثالث حبيبي وأخي في الله، تنايمين أحبابي زينا، صليتم على رسول الله، الشرط الثالث لا ألا تسكت إذا تغير حكم من الأحكام أن تنكره. والإنكار يا شباب عشان ما تاخدكش الحماسة بالباطل جميل. قال النبي محمد: من رأى منكم منكرا يعمله يغيره. تعمله تأتي بالمقلوب؟ لا، جعل لك 3 مراحل، فلز وتمسك بواحدة تفوز بإذن الله. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، أول حاجة. بس بيدك ده لمن؟ لأصحابي يا أحبابي، لولي الأمر، أو لمن لك ولاية عليه، لمن لك أمر عليه. ما ينفعش أنت سايب بنت الجيران جنبك نازلة بلبس قصير وتروح تمسكها على السلم تديها علقة، ليس من حقك. صليتم على رسول الله؟ شايف ابن جارك مش عارف عامل حاجة مخالفة تروح تمسكه وتقول له تدي له قلمين وتقول قال رسول الله، ولا غلط؟ في من لك ولاية عليهم. صليتم على سيدنا رسول الله. 2، فإن لم تستطع في بيدك تعمل إيه؟ بلسانك. يا رجل حرام عليك، واتقوا الله وخلاص وخلصت القضية. طب مش قادر تتنفس تعمل إيه؟ تقول اللهم إني بريء من هذه الأمور يا رب، اللهم إني أشهدك أني بريء من كل ما يخالف دينك ويخالف يا رب العالمين منهج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك كانت الهجرة هجرة أصحاب النبي محمد، وبالفعل هذه الهجرة أدت ثمارها بفضل الله رب العالمين. أيها الأحبة في الله، هكذا كان أصحاب النبي محمد. أحبتي وإخواني، أسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، زدنا ولا تنقصنا، كرمنا ولا تهنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا بذنب مغفور وعيب مستور بتجارة لن تبور، وأن تجمعنا في الجنة مع سيدنا الرسول. اللهم فرج كربات المسلمين، فرج كرب المسلمين، فرج همهم وأذل كربهم يا رب العالمين. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك، ولمن علمنا حرف ابتغاجك العظيم. وصلى الله وسلم وبارك وزاد على سيدنا رسول الله، والحمد لله رب العالمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.